السلام عليكم ورحمة الله. إن الصوم لدخول الجنة والالتذاذ بثمارها هو نوع من التجارة، أما الصائم لله تعالى فيأتيه الجواب أنا أجزي به. وهذا لا يدخل في أحكام الصوم الفقهية أو بحث آداب الصوم، إن هذا من حكم العبادات، بحيث تبين كيف يصل الإنسان لمرتبة جزاء يتكفل الله تعالى وحده. ويذكر أحد العلماء إشارة لطيفة لبيان ذلك المعنى فيقول ما مضمونه: إن كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى فعلها المشركون وعبدوا بها آلهتهم، ولم نعرف في الأزمان المتقدمة أن قوما تقربوا لآلهتهم بالصوم، لذا عبر عنه بأنه له، أي لم يشارك به أحد، فأنا حينئذ أجزي به وأتولى الجزاء. فهم هذا المعنى للصوم يجعلنا نصوم بنية مختلفة عن الماضي، وفهم حكمة العبادة ضرورية لفهم فلسفتها لأدائها بشكل أكثر دقة وأكثر معنى وروحانية. تقبل الله صيامكم. لا تنسوا الإعجاب بصفحتي والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، طريقك نحو المعرفة.